طبعا العيد زي ما كلنا عارفين هو موسم اجازات وفسح وسفر كمان بتنشط فيه حركه السياحه بشكل كبير، سواء السياحه دي سياحه داخليه من المصريين او سياحه خارجيه من العرب والوافدين اللي بيحبوا يقضوا اجازه العيد في مصر. عشان كده طبيعي جدا ان احنا نشوف فنادق كتير جدا الحمد لله ما شاء الله نسبه الاشغال فيها وصلت ل 100%. ده في بورسعيد، في معظم مثلا فنادق الغردقه، غير انه في نسب كمان اشغال مرتفعه جدا في معظم فنادق الساحل الشمالي ومطروح ومرسى علم وشرم الشيخ، وده بيدينا مؤشر ان احنا يعني على ابواب موسم سياحي ان شاء الله رب مزدهر وفي خير كتير قوي لكل الناس اللي شغالين في قطاع السياحه. هي كمان انه الملفت للنظر انه وجهات السياحيه في مصر كمان بقت مختلفه، ان كان حتى على نطاق السياحه الداخليه او حتى السياح طبعا الوافدين الى مصر، لانه بقينا بنشوف انه في اماكن احنا متعودين انه بيبقى فيها نسب اشغال عاليه زي الساحل الشمالي او الاسكندريه او شرم الشيخ الغردقه، لكن دلوقتي زي ما كان محمد بيتكلم مع حضراتكم في نسب اشغال كبيره جدا مثلا في بورسعيد، بالمناسبه راس البر كمان فيها نسب اشغال عاليه جدا، فده مؤشر الحقيقه ايجابي ولطيف جدا انه حتى احنا ابتدينا نرجع تاني للاماكن السياحيه اللي كنا متعودين عليها زمان، وحتى الاماكن الجديده او المناطق الجديده اللي احنا ما جربناش ان احنا نستكشفها. نسب الاشغالات الكتير دي الحقيقه ايا كان المكان او المنطقه السياحيه اللي الناس بتتجه ليها مرتبطه كمان باجازه المدارس، يعني احنا عندنا اجازه عيد وعندنا اجازه مدارس، ودي اكيد فرصه هايله جدا لناس كتير ان هم يقضوا اسبوع العيد في مدينه ساحليه، كمان يهربوا من الجو الحر اللي كان بقاله كام اسبوع ودرجات حراره عماله بترتفع بشكل كبير جدا، فاكيد دي فرصه كمان مناسبه. ده فعلا حقيقي، غير اماكن كتيره جديده نقدر نقول كده على خريطه السياحه المصريه، زي ما جمانه كانت بتقول لحضراتكم من شويه راس البر مثلا اماكن جديده بيتم اكتشافها، وكمان مره تانيه بنلاقي في خدمات بتقدم في قطاع السياحه، في طفره في الخدمات اللي بتقدم في هذا القطاع، سواء خدمات في مختلف الاوجه الخاصه بتقديم التيسيرات للسائحين والتسهيلات والمطاعم وغيرها من الوسائل الترفيهيه الجديده كمان، فاحنا امام كده خريطة سياحية جديدة في مصر، أماكن جديدة، احنا على أبواب فصل الصيف الفنادق كمان بتعمل ترويج لأسعارها، في منافسة جديدة، والمنافسة دي الحقيقة بتخدم قطاع السياحة، بتنشط قطاع السياحة ما دام في منافسة في الأسعار، أسعار الغرف في الفنادق، أسعار الخدمات اللي بتقدم، ده بيجذب عدد أكبر من السياح سواء سياح داخل مصر أو من العرب والأجانب. كمان في استهداف السنة دي إن شاء الله أن يحصل زيادة في أعداد السياح العرب الوافدين لمصر خلال موسم الصيف بنسبة تتراوح ما بين يعني التوقع كده إن شاء الله ما بين 25% إلى 30% مقارنة بعام 2023. هي أنه في شغل كتير جدا بيحصل في قطاع السياحة، وده بيترجم لأرقام غير مسبوقة سواء كان في عدد السياح أو الإيرادات، كمان في الإشادات الدولية الحقيقة اللي دايما بتتطور الحقيقة في اتجاه النظرة تجاه مصر خاصة في السياسة وأمان واستقرار المقصد المصري. ده خلينا نقول إنه ده دور الدولة المصرية، لكن إحنا كمان لينا دور مهم جدا جدا جدا، إحنا كشعب عامة في بلاد فعلا بتكون بتعتبر وجهة سياحية بس لأن شعبها شعب لطيف أو شعب بيعرف إزاي يستقبل السياح، فدي نقطة مهمة جدا إن إحنا لما بنشوف سياح موجودين نحاول نساعد على قد ما نقدر، نحاول نكون ندي انطباع لطيف عن المجتمع المصري عن الشعب المصري، ده دور مهم جدا إن إحنا نقوم بيه، مهم جدا إن إحنا نحافظ على نظافة شوارعنا، مهم جدا إن إحنا نحافظ على آثارنا المصرية والأماكن الأثرية المهمة أو حتى الأماكن السياحية، مهم جدا إن إحنا ندي انطباع إن إحنا بنحترم بلدنا، إن إحنا بنحترم آثارنا، إن إحنا بنحترم ايا كان المورد، هذا المورد المهم اللي موجود عندنا في مصر واللي ربنا كمان خص مصر بيه، ان كانت الاماكن السياحيه، الشواطئ، الاثار، ايا مكان مصر فيها الحقيقه يعني مقاصد سياحيه كتير جدا، مهم ان احنا اولا نحترمها، نحس بيها، وكمان ان احنا ندي انطباع
للسائحين ان احنا كمان مقدرين ده وبنحترمه. الناس اللي بتعمل في قطاع السياحة بمختلف الفئات، مهم جدا البشاشة، مهمة جدا النظافة، صحيح. مهمة جدا طريقة صحيح. التعامل يا محمد، دي مهمة قوي حقيقي، يعني لما حد بيسافر في أي مكان في صحيح. العالم من أهم النقاط اللي دايما بيتكلموا عليها أهل البلد أو الشعب صحيح. بيكون طريقته عاملة إزاي، استقباله عامل إزاي. احنا يعني كمان يا جمانة متفق معاكي جدا، وعايز أكد على النقطة دي كمان، فكرة إن احنا شعب مضياف بطبعه، يعني شعب بيحب الناس، بيحب دايما يفتح أبوابه لكل الناس اللي بيجوا مصر. ابتسامة حلوة جدا من أول ما السائح كده ينزل المطار ويلاقي ابتسامة مصرية جميلة في وشه، بيبتدي رحلة سياحية مختلفة. على فكرة دايما السياح بيخرجوا أو لما بيرجعوا بلدهم بيبقى عندهم الانطباع ده، انطباع طبعا انه بلد جميله، فيها اثار رائعه، فيها اماكن شاطئيه جميله وبديعه جدا، لكن الانطباع الاهم ان الشعب المصري شعب مضياف، شعب استقبلهم بابتسامه ودوده وجميله، وكان فعلا بيساعدهم في كل التنقلات. احنا سلوكنا مع السياح لازم يتغير، طبعا لازم نقول انه الصوره مش ورديه قوي، طبعا في بعض الحالات او السلوكيات السلبيه طبعا. جمانة دايما بنحاول كده ننور عليها في التعامل مع السائحين في بعض الاماكن السياحيه، لكن محتاجين السلوكيات دي تتغير، محتاجين يبقى في وعي بالموضوع ده، مهم جدا، لانه هتعامل السائح كويس فده زي ما بنقول دايما مورد اساسي لناس كتيره جدا. احنا بنتكلم عن قطاع السياحه من اكتر الموارد اللي بيشتغل تحتها فئات كتيره جدا بيستفيدوا، بيفتح ابواب رزق كتيره جدا. ف في دول اقتصادها قائم اصلا صحيح. على بالزبط. السياحه، ده غير ان احنا بالفعل احنا شعب بطبعه مضياف وكريم وبشوش وبيساعد، دايما بيقولوا المصريين جدعان في اي بلد، دايما بيقولوا المصريين جدعان. عايزين نحافظ على ده، لانه زي ما انت كنت بتتكلم حاطط فكره في بعض السلوكيات بس اللي بتكون مش لطيفه، الاسعار احيانا اللي بيبقى برقم فجاه تلاقيها برقم تاني باعتبار ان السائح مش فاهم. لا هو بيبقى فاهم على فكره، ويبقى سائل مفيش حد دلوقتي خاصه صحيح. في وجود الانترنت ما بيبقاش عارف على فكره سعر كل حاجه، حتى البرامج اللي بتبقى موجوده عشان الترجمه بيبقى فاهم صحيح. على فكره وعارف هو رايح فين وايه هيجيب دي منين ودي ارخص في انهي مكان، فعنده بالزبط. عنده معرفه كويسه قوي البلد يعني. فدي نقطه مهمه، يعني كل واحد يقوم بدوره صحيح. على قد ما يقدر عشان نقدر ان احنا بالفعل يعني هذا القطاع قطاع واعد جدا جدا طبعا. جدا فعلا الدوله المصريه بتسير فيها على خطى كبيره جدا صحيح. قفزات الحقيقه صحيح. فلازم احنا كمان نقوم بدورنا. على اي حال مره ثانيه بنصبح على حضراتكم صباح الخير والسعاده، وصباح الخير يا مصر.